المحزنة وهي مشكلة اليمن، فإن قتل يمني فهو منا وإن قتل مصري فهو منا. صباح يوم 26 من سبتمبر عام 1962، راديو صنعاء يذيع نبأ سيطرة الجيش على السلطة بعد 6 أيام فقط من وصول الإمام البدر إلى عرش اليمن. منذ تلك اللحظة تتحول اليمن إلى ساحة صراع بين اليمنيين وميدان لتصفية الحسابات بين مصر والسعودية. عبد الناصر عندما قامت ثورة اليمن في 26 سبتمبر 1962 طلب منه الثوار بطريقة شبه فورية دعما عسكريا، والحقيقة أنه كانت هناك اتصالات قبل الثورة بوقت ليس طويلا بينه وبين الضباط الأحرار في اليمن، وحتى كان يسمح للمرحوم عبد الرحمن البيضاني بأن يخاطب الجماهير اليمنية من خلال إذاعة صوت العرب. وقفت السعودية مع الملكيين ودعمتهم للعودة إلى الحكم، في حين أن مصر كانت قد وعدت الضباط الأحرار أنها ستدعمهم إذا قاموا بالثورة، لكن لم يكن أحد لا من اليمنيين ولا من المصريين يتصوروا أن المسألة ستتوسع إلى حد أن يرسل جيش كبير إلى اليمن ويصبح القتال في كل مكان في المناطق الشمالية أو شمال صنعاء. على مدى عشرات السنوات ظلت الرواية الرسمية لتلك الحرب غير مكتملة، وكأنها حرب سقطت من الذاكرة، لتأتي مذكرات القادة الميدانيين والسياسيين لتكشف كثيراً من خبايا ما حدث في تلك الفترة، كمذكرات الفريق عبد المنعم خليل مدير هيئة عمليات القوات المصرية في اليمن، ومذكرات الرئيس محمد أنور السادات المهندس السياسي لتلك الحرب، ومذكرات الرئيس عبد الرحمن الإرياني والشيخ عبد الله الأحمر شيخ مشايخ قبائل حاشد اليمنية ورئيس الوزراء اليمني محسن العيني. في مذكراته يقول عبد المنعم خليل مدير هيئة عمليات القوات المصرية في اليمن: إن طبيعة الحرب في اليمن لم تكن غزواً، بل كانت لمعاونة شعب عربي شقيق، وكان على حكومة اليمن في عهد الثورة وعلى القوات المصرية التي تقدمت لتحمل أمانة حماية هذه الثورة أن تتقابل مع مجتمع قبلي تحكمه الخلافات والانقسامات، ولذا سارت معارك السلاح جنباً إلى جنب مع معارك التوعية. عام 1956 تنسحب بريطانيا من قناة السويس. لم يبقى للبريطانيين من نفوذ في منطقة البحر الأحمر سوى ميناء عدن اليمني الذي اختارته بريطانيا كمنطقة استراتيجية لقيادة جديدة للشرق الأوسط. هذا التمدد البريطاني كان يهدده المشروع القومي لعبد الناصر الذي كان يتعاظم في المنطقة العربية. لكن ما حدث عام 1961 من إنهاء للوحدة بين مصر وسوريا كان بمثابة الانتكاسة لمشروع عبد الناصر وضرباً لمكانته كزعيم عربي. يعيش النظام المصري عزلة سياسية قرابة العام، فيتبنى سياسة ثورية نشطة استرجاعاً لهيبته الخارجية التي تعد أحد مرتكزات شرعيته في الداخل.
في تلك الأجواء تندلع الثورة في اليمن عام 1962 ضد الحكم الملكي هناك. عبد الناصر يجد في هذه الثورة فرصة للعودة لمسرح الأحداث مرة أخرى، فيسارع بالاعتراف بالجمهورية اليمنية، بل تجاوز ذلك إلى إرسال طائرة محملة بعدد من المنفيين اليمنيين والذهب والبنادق وسرب من الطائرات تحميها مجموعة من قوات الكوماندوز. يطلب عبد الناصر دعم الاتحاد السوفيتي الذي سارع هو الآخر بالاعتراف بالجمهورية اليمنية، فترسل موسكو طائرة من نوع أنتونوف للمساعدة في التحرك في ظروف اليمن الصعبة وتسهيل نقل المزيد من القوات والإمدادات المصرية لليمن. التقديرات الأولية كانت تشير، أقصد تقديرات صانعي القرار في مصر، كانت تشير إلى أن الأمر لن يحتاج سوى دعماً عسكرياً خفيفاً يؤدي إلى الغرض المطلوب. طبعاً التطورات لاحقاً أثبتت أن هذا التقدير لم يكن صحيحاً. بريطانيا ترى ما يحدث في اليمن تهديداً كبيراً لمصالحها، ففي أحد الاجتماعات بين الملكة إليزابيث ورئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان قال الأخير إن كثيراً من الأمور في منطقة الخليج مرهونة بموقفنا في عدن، وأن خروجنا منها يعني نهاية نفوذنا في الخليج. أما الولايات المتحدة فكان ما يجري في اليمن بعيداً عن اهتمامها، حيث لا تزال واشنطن متورطة في حرب فيتنام، لدرجة أنه عندما حدث نقاش حول المسألة اليمنية بين رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان والرئيس جون كينيدي، قال كينيدي لماكميلان: أنا لا أعلم أين تقع اليمن. ابتعاد الولايات المتحدة عما يدور في اليمن كان يغذيه سبب آخر، هو رغبتها في تسوية الخلافات مع عبد الناصر لإبعاده عن موسكو. وربما كان ذلك سبباً لأن يقول نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت كومر: إننا إذا وقفنا مع الجبهة البريطانية السعودية الأردنية في هذه الحرب سنقضي على علاقاتنا الجديدة مع عبد الناصر، وهو ما لا نريده الآن. أما عبد الناصر فكان كل ما يريده هو إعادة الحياة لمشروعه الذي عصفت به رياح الانفصال عن سوريا، وأن الطريق إلى ذلك لابد أن يمر من بوابة عدن من خلال القضاء على المحتل البريطاني الذي ما زال يسيطر عليها. كما أن ثورة اليمن مثلت فرصة لعبد الناصر من أجل ردع الملك سعود الذي دعم الانفصال السوري عن مصر. أيها الرجال، معركة اليمن كانت فيها ملامح المعركة الشاملة للأمة العربية. وما هي إلا أيام حتى بدأ ميناء الحديدة يستقبل السفن الحربية المصرية المتجهة نحو صنعاء. كان عبد الناصر يعتقد أن مهمة قواته ستنتهي سريعاً وأنه يكفي إرسال لواءين من المشاة فقط. بدأ الدعم المصري بحوالي 4 ضباط في البداية على أساس يدرسوا الواقع، ثم أرسلت كتيبة، ولكن القتال توسع ووصل إلى حوالي 34,000 مقاتل ما بين ضابط وجندي. عندما جاءت مصر إلى اليمن بلا خرائط ولا استخبارات، لا عن الواقع السياسي اليمني ولا عن الصراعات القبلية، إنما وصلت إلى اليمن تقريباً لتكتشف أن هناك جبالاً في اليمن، مما شكل صدمة كبيرة لهم، وأن الدبابات والمركبات الآلية لا يمكنها اجتياز الجبال. في مذكراته يؤكد محسن العيني أول وزير خارجية لجمهورية اليمن إنه كان رافضاً لفكرة التدخل العسكري المباشر لمصر في اليمن، ويروي كيف حاول إثناء الرئيس جمال عبد الناصر عن هذا الأمر حينما التقاه في 5 من أكتوبر تشرين الثاني عام 1962 ليشرح له تعقيدات الوضع في اليمن وأن الجيش المصري سيصطدم برجال القبائل المتمرسين على حروب العصابات في المناطق الجبلية ووعرة التضاريس التي لم يتدرب الجيش على القتال في مثلها. عبد الناصر طلب منه الذهاب للسادات لإقناعه بهذا، فهو صاحب فكرة التدخل. قال لي سادات: أريدك أن تطمئن إلى أننا نعد لكل أمر عدته ولكل احتمال ما يلزم. هذه القبائل ينبغي ألا تزعجنا. هل تعرف أننا الآن في سبيل إرسال الصاعقة إلى اليمن؟ إننا ندرب جنود الصاعقة على أكل الثعابين، فمن يستطيع الوقوف أمامهم؟ فقلت له: يا سيدي، هؤلاء سيواجهون قبائل شرسة هي جزء من الصخر، من الجبل،
قبائل في بعض المناطق الثعابين عندها فاكهة. وقد ابتسم وقال: يبدو أنك تجيد النكتة أيضا. فقلت له: كم كنت أتمنى لو كان الأمر مزاحا. على كل حال، لقد قلت ما عندي بكل أمانة، والبقية على الله ثم عليكم. الجمهورية قد وصلها المدد المصري، والمدد المصري أصبح على مشارف الحدود السعودية، الساطة، الجوف، مأرب، كل هذه المناطق على الحدود القوات المصرية موجودة، والإعلام المصري كان قوي جدا جدا. أمام هذا التحرك السريع من عبد الناصر لم تقف السعودية مكتوفة الأيدي. سرعان ما بدأت الرياض بدعم القبائل الموالية للإمام البدر بعربات عسكرية وأسلحة متطورة. وفي الرابع من نوفمبر تشرين أول عام 1962 تعلن السعودية والأردن تحالفاً عسكرياً لدعم الملكيين في اليمن. وبعد 6 أيام يعلن البدر من الحدود السعودية أن هناك 3 جيوش تزيد على 20,000 ستخوض معركة إسقاط الجمهورية في صنعاء خلال 3 أسابيع على الأقل. الخطر على السعودية من الثورة اليمنية كان في المقام الأول خطراً سياسياً، بمعنى أن ينشأ على حدود المملكة العربية السعودية نظام يختلف في توجهاته السياسية عن النظام السعودي. في كتابه التاريخ العسكري لليمن يؤكد سلطان ناجي أن الدعم السعودي للملكيين تأكد منذ الأسبوع الأول، عندما اتجه طيارو 3 طائرات عسكرية سعودية بطائراتهم التي تحمل إمدادات للملكيين إلى مصر، متأثرين بشعارات القومية العربية. ودعمت السعودية بالسلاح وبالمال، وبدل ما نصل إلى حدودها يعني وصلت هي وكونت كيان كبير جدا حتى طوق صنعاء. وهكذا بدأت الأمور تتعقد في الميدان، وتحولت اليمن لساحة حرب كبيرة، وأصبح هناك جهتان تتصارعان في اليمن كل منهما تدعمه قوى خارجية. اتسعت المعارك وأصبحت الحرب في الجبال، وهو أمر كان صعباً بالنسبة للجيش المصري، فبدأت القوات المصرية في التزايد يوماً بعد آخر. كانت استراتيجية النفس الطويل هي قرار عبد الناصر، وتقتضي الحفاظ على المثلث الاستراتيجي في صنعاء والحديدة وتعز للحفاظ على الوجود المصري في اليمن حتى اللحظة التي تنسحب فيها الإمبراطورية البريطانية، مما يمنح مصر شبه الجزيرة العربية الجنوبية بأكملها. في أواخر يناير من عام 1963 يصل المشير عامر إلى صنعاء ويبقى فيها أكثر من شهر، قاد خلالها ما عرف بحملة رمضان بعد أن رفع عدد القوات إلى 30,000 لينتصر على الملكيين ويدخل مدينة صعدة دخول الفاتحين. يكشف سلطان ناجي أن بعض الجمهوريين من بينهم عبد الرحمن الإرياني بعد نجاح حملات رمضان فكروا في الالتقاء سراً بالملكيين لحل القضية دون علم السعودية ومصر، والتقوا بالفعل في منطقة لحج. لكن اللقاء لم يسفر عن نتائج ملموسة، وأشار كذلك إلى اتصالات سرية للمشير عامر مع الملكيين لإشراك بعضهم في النظام الجمهوري. فقد كان البحث عن مخرج من تلك الحرب يشغل كثيراً من القادة والسياسيين، مع تحول الحرب إلى مستنقع تصعب النجاة منه. في مذكرات أنور القاضي قائد القوات المصرية في اليمن يقول إن طبيعة الحرب في اليمن كانت تقتضي اتخاذ قرار بالخروج العاجل للقوات المصرية بسبب الخسائر التي كان يتعرض لها الجيش هناك، وأنه قد كتب عدة تقارير للمشير عبد الحكيم عامر تحذر من الوضع في اليمن. كتبت أكثر من 20 تقريراً إلى نائب القائد الأعلى عن هذه المصيدة وضرورة الخروج منها بأسرع ما يمكن، وكان التقرير الموضوع في الخطة العسكرية أن تنتهي مهمة القوات المصرية في اليمن عند هذا الحد بعد أن أدت مهمتها وقامت بتأمين الثورة وتثبيت حكومة السلال في صنعاء.
ولكن كل تقارير كانت بلا جدوى، فقد كان المشير عامر مشغولاً بمهام أخرى في تلك الفترة، وكان تمضي شهور دون أن يتمكن قادة الجيش من الاتصال به أو العثور عليه. عرض القاضي مخاوفه على الرئيس والتي لم يعارضه فيها من الناحية العسكرية، لكن عبد الناصر قال له بوضوح: إن الانسحاب بقواتنا غير ممكن، فهذا يعني انهيار ثورة اليمن، وهذه العملية سياسية أكثر منها عسكرية، هدفها توجيه ضربة مضادة لضربة الانفصال في سوريا، ولا يمكن أن نترك اليمن. اللي حدث أنه عندما أرسلت القوات وجد عبد الناصر أنه في معركة واسعة لم يكن بإمكانه أن ينهيها، وكان يتصور أنه بالإمكان أن تصل القوات إلى الحدود السعودية وتسيطر على البلد ككل، ولكن اتضح مع مرور الأيام أن هذا كان وهم، وبدأت الهجمات تقترب من صنعاء، من العاصمة يعني. ازداد الوضع تأزما وتوترا، ولم يعد التراجع ممكنا حتى لو تدهورت الأمور إلى ما هو أسوأ. كان عبد الناصر مقتنعا أن أمامه بعضا من الوقت لحسم المعركة. وصل الأمر في إحدى المرات إلى أن طلب المشير عامر من الرئيس جمال عبد الناصر إذنا بمهاجمة قواعد الملكيين اليمنيين في الأراضي السعودية. ومن هنا بعد أول غارة للطيران المصري على قواعد الملكيين داخل الأراضي السعودية، قام الملك فيصل بقطع علاقاته مع مصر. لكن مع تصاعد العمليات العسكرية ووصول الغارات المصرية على الحدود السعودية، تتدخل الولايات المتحدة عبر وسيطها السورث بانكر لفرض اتفاق سلام بين الطرفين يقضي بانسحاب مصر تدريجياً، مقابل أن تتوقف السعودية عن دعم الملكيين وأن تراقب الأمم المتحدة هذا الاتفاق. لكن بريطانيا لم تساند هذا الاتفاق، فعملت على دعم الملكيين وتقويتهم بشكل سري. عبد الناصر اكتشف هذا الدعم وقدم الأدلة للسفير الأمريكي في القاهرة بأن بريطانيا تدعم الملكيين بالمال والسلاح، وأن هناك تقارير تشير إلى وجود أكثر من 20,000 بندقية بريطانية بيد الملكيين، وهو الأمر الذي نفاه السفير البريطاني. إسرائيل لم تكن بعيدة عما يدور في اليمن. وفقاً لكتاب سادة الصحراء، يتحدث جيمس بار عن دور كبير لعبته إسرائيل في هذه الحرب بهدف إضعاف القوات المصرية الموجودة هناك، وأن إسرائيل كانت تقدم دعماً عسكرياً للملكيين في الجبال بأسلحة وأجهزة اتصال في عملية استخباراتية استمرت عامين، أطلق عليها مسمى عملية القنفذ. يقول رئيس الموساد وقتها شابتاي شيفت إن إسرائيل كان لها دور كبير في توريط الجيش المصري في حرب اليمن لإشغال عبد الناصر بهذه الحرب. كان سلاح الجو الإسرائيلي ينقل المعدات والإمدادات العسكرية جواً إلى الإمام البدر والحكام في الشمال، معتبراً ذلك فرصة لتمويل ودعم تلك القوات المعادية لمصر. مع حلول فبراير شباط عام 1965، بدأ المصريون في اتباع استراتيجية تقوم على محاولة تقليل الخسائر، وهو ما يعني تركيز قواتهم في مثلث صنعاء تعز الحديدة، الأمر الذي سمح بتمدد الملكيين. ففي العاشر من مارس آذار عام 1965، سيطر الملكيون على مدينة حريب بعدما ساندتهم القبائل، ونجحوا في هزيمة الحامية المصرية. وبعد 5 أشهر من انتصار حريب، كان الملكيون يسيطرون على ما يقارب من نصف مساحة اليمن. في البداية كانت القوات القبائل الملكية في حالة يرثى لها من الضعف وسوء التوجيه وإلى آخره، لكن بعد ذلك ومع الدعم الخارجي الذي قدم لها ودعم التدريب والتوجيه، أصبح هناك نوع من الصعوبة في الأداء العسكري للقوات المصرية. هذه القبائل مارست حرب العصابات، وبالتالي كان من الصعب على المصريين أنهم يواجهوا حرب العصابات لأنهم لا يجدوا عدو ظاهر،
في الليل يحاربوهم وفي الصباح يختفوا. تتحسن قوة الملكيين السياسية والعسكرية في العام 1965 عقب تصاعد الانشقاقات في صفوف الجمهوريين، والتي وصلت للمطالبة بإقالة السلال، كما زادت المساعدات السعودية والبريطانية للملكيين. فأخذت الخسائر تتوالى على القوات المصرية، وهي الخسائر التي قدرها المؤرخ البريطاني جيمس بار بأنها وصلت إلى 20,000 قتيل حتى عام 67. في مذكراته يؤكد الشيخ عبد الله الأحمر، شيخ مشايخ قبائل حاشد والداعم الأكبر للثورة، امتعاض القبائل اليمنية من ممارسات القوات المصرية في اليمن، فيقول: مع نجاح الثورة لم يكن خلافنا مع المصريين لوجودهم ولا مع السلال شخصه، بل كان خلافنا معهم لسياستهم ونهجهم وممارساتهم. فالمصريون جاءوا إلى اليمن للدفاع عن الثورة عسكرياً، وهذا ما رحبنا به، لكنهم أصبحوا مهيمنين على كل شيء ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة بما يشمل الجانب المجتمعي والثقافي والاقتصادي لليمن. وكان خلافنا مع السلال بسبب أسلوبه القمعي واستسلامه للمصريين. تقريباً من 63 بدأت الخلافة، كان الجانب المدني ويقوده الشهيد الزبيري رحمه الله يسعى إلى قيادتين، قيادة مدنية وقيادة الجيش. تعقد القبائل مؤتمر خمر الذي ضم 5,000 من وجوه القبائل، وقرر بعض زعمائه الاتصال مع السعوديين. كانت هزة عنيفة للدور المصري في اليمن. في ورقة مؤرخة بتاريخ 18 من أبريل عام 1965 كتب الرئيس عبد الناصر في مفكرته: عندما لا يكون هناك حل عسكري لأي أزمة، فيجب أن تكون هناك مفاوضات لإنهائها. وهو ما أقدم عليه بالفعل. في 22 من أغسطس ذهب عبد الناصر للسعودية، والتقى الملك فيصل في جدة، ووقع معه اتفاق جدة لوضع حد للصراع في اليمن. وحسب مذكرات سامي شرف، سنوات وأيام مع عبد الناصر، فإن الاتفاقية رفضها الجمهوريون والملكيون في اليمن على حد سواء. وأصدر السلال بيان اعتراض على الاتفاقية، قال فيه: الاتفاقية تعد تدخلاً سافراً في استقلال الجمهورية العربية اليمنية واعتداءً صارخاً على سيادتها في كل القوانين الدولية. أما الملكيون فرفضوا أي وساطة لإنهاء الحرب، وطالبوا القوات المصرية بالخروج حفاظاً على أرواحهم. نص الاتفاق على الانسحاب التدريجي للقوات المصرية من اليمن ونشر قوات عربية، وتكوين مؤتمر يمني من 50 عضواً يمثلون جميع الفصائل اليمنية. يقول عبد الرحمن الأرياني في مذكراته: اجتمعنا مع الجانب الملكي في مدينة حرض السعودية للنظر في آليات تطبيق اتفاقية جدة، فصدمنا بوضع تغيير اسم الجمهورية على رأس مطالبهم. كنا نراسل الرئيس عبد الناصر، فاشتممنا روح التنازل عن الجمهورية لدى الجانب المصري بذريعة السعي للمحافظة على وحدة الأراضي اليمنية، فغادرنا حرض، وهنا بدأت الخلافات العميقة بين حكومتنا ومصر. طبعاً الجانب الجمهوري كان معارض، معارضة شديدة إلى حد الموت. لا يمكن التفريط في النظام الجمهوري. السعودية بدأت تشد على الجانب الملكي. اتفاق جدة لم يبدد مخاوف الملك فيصل، خاصة بعد زيادة الدعم العسكري الذي قدمه عبد الناصر للجمهوريين خلال الشهور الأولى من عام 1966. فيعلن الملك فيصل من الولايات المتحدة في 21 من يونيو عام 1966 أن الخطر الحقيقي بالنسبة للسعودية هو حركة القومية العربية التي يتزعمها عبد الناصر، وأن السعودية ستمضي في تنفيذ فكرة المؤتمر الإسلامي بديلاً للجامعات العربية. حتى العام 1966 كان حسم ملف اليمن في ساحة الميدان،
فمحاولات التسوية السياسية لم تفلح، وكان الالتزام المعلن من عبد الناصر هو بقاء الجيش المصري حتى رحيل آخر جندي بريطاني عن عدن. وبينما كان الوضع على الجبهة اليمنية مأزوماً، توجه إسرائيل ضربة قاضية للطيران المصري صبيحة يوم 5 يونيو حزيران عام 67، معركة انتهت بعد ساعات من وقوعها وخلفت وراءها آلاف القتلى والجرحى من الجيش المصري. في مذكراته يقول الفريق عبد المنعم خليل: ابتلعت خيرة وحدات القوات المسلحة وأهلكت أفرادها ومعداتها وأسلحتها وطائراتها واستنفدت أنفاسها. أما وزير الحربية أمين هويدي في مذكراته 50 عاماً من العواصف، فيرى أن حرب اليمن لم تكن مسؤولة عن هزيمة يونيو حزيران، فالقوة الضاربة في الجيش المصري من الطيران والمدرعات وغيرها من القوات المخصصة للخطة قاهر لمواجهة أي حرب ضد إسرائيل كانت موجودة في مصر. يقول هويدي: حرب اليمن لم تكن أحد الأسباب الرئيسية للنكسة، وأن غياب قواتنا هناك لم يؤثر على توازن القوى في المعارك الدائرة، لأن قواتنا في سيناء لم تكن تحارب أصلاً لا معركة دفاعية ولا هجومية، بل إن وجودها بعيداً في اليمن أنقذها من المصير المحزن الذي واجهته قوات سيناء، نتيجة لتصرفات قيادة خذلت وحداتها في زمن السلم والحرب على السواء. في أغسطس عام 67 و900 انعقدت القمة العربية في الخرطوم، والتي عرفت بقمة اللاءات الثلاث. وفي منزل محمد أحمد محجوب بدأت المباحثات بين عبد الناصر وفيصل. في مذكراته الديمقراطية في الميزان يحكي المحجوب جانباً من اللقاء: قال عبد الناصر للملك فيصل: إنني موافق على أي شرط، ولكن لي طلب واحد فقط، وهو ألا تعود أسرة حميد الدين لحكم اليمن مرة أخرى. وقال له الملك: أسرة حميد الدين كانت عدوة لي على مدى 40 عاماً. فقال عبد الناصر: نقطة أخرى، مصر لم يعد لديها سفن لنقل الجنود، فهل تساعدنا المملكة العربية السعودية؟ فقال فيصل: استأجروا سفنا ونحن ندفع. دخل عبد الناصر ومن خلفه الجيش المصري معركة للقضاء على الاستعمار البريطاني في اليمن، وربما كان لهذه الحرب دورها في استقلال اليمن. بعد خروج آخر جندي بريطاني من عدن بعد 128 عاماً من الاحتلال. لا يفتش عن أسلحة تنمية شامل، لأن غير